اكيد اخترت انه اوصل رسالتي عن طريق الفن، لكون الفن لغه عالميه مش محتاجه اترجمها لعده لغات لاوصل رسالتي وقضيتي. معرض يتكون من 9 لوحات مع 9 نصوص، كل نص بيعبر عن لوحه. كل لوحه بتعبر عن ذكرى معينه عشتها، تجسد واقع مؤلم ومأساة عشتها بسبب المحتل. الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلي وجيراني وشارع الوحدة بأكمله دون أي إنذار مسبق ودون أي سبب، لأنه المحتل ما عنده أسباب. فبالتالي أنا كنت الناجية من هذا القصف والعدوان بعد ما ضليت تحت الأنقاض لمدة 12 ساعة. إنه المحتل بيرتكب جرائم من عشرات السنين، ما في أي حد محاسب أو قانون اللي ياخد حق ملايين الأطفال وملايين المدنيين اللي تم قتلهم بوحشية دون أي سبب يذكر. فكلنا بنحاول نرفع صوتنا بس صوتنا ما بيرتفع، ما في ناس وما في دعم تدعم أصوات الشعب. فأنا بالتالي بحاول زي أي حد كان ضحية لهذا المحتل، بحاول بأي طريقة بأي سبيل إن أنا أرفع صوتي، سواء بكتابة أو بفن أو أي طريقة كانت. كل لوحة حبيت إنه هي بتعبر عن ذكرى معينة، أكيد يعني كل لوحة إلها قصة وإلها شيء معين. يعني مثلا أنا كنت راسمة لوحة عن المسعف والأنقاض، بتحكي قصتي مع المسعف اللي كنت أكلمه وأنا تحت الأنقاض قبل ما تنفذ بطارية هاتفي، وقبل ما أضل ساعات طويلة لحالي بعتمة أو ظلمة حالكة. وكنت حتى ما حكيت لهم إنه أنا ما بعرف إذا النهار طلع أو لا. لوحة التخرج طبيعي إنه يكون يعني كتير إشي مأساوي. هلأ صارت الأحداث في فترة إنه قربت الامتحانات النهائية للجامعة، فكان مطلوب مني إنه أنا أجهز للامتحانات وأقدمهم، وقد كان. فتجهزت وقدمت الامتحانات رغم كل الفترة المأساوية اللي كانت، لأنه أنا لازم أخلص شهادتي زي ما كنت وعد أهلي. فالفكرة إنه صار وقت أنا أتخرج وصار إنه خلص أسلم شهادتي، فأنا ما رحت على التخرج لأنه بطل قيمة للتخرج لما راحوا أهلي. لوحة الدفاع المدني لها قصة شوي خاصة فيها، أنا كاتبة نص عليها بس رسالتي منها إنه إحنا الدفاع المدني عنا يعاني أسوأ المعاناة وقت الحروب، بأنه يقدر ينقذ الناس تحت الأنقاض. أدواتهم جداً بدائية، بيعانوا أصلاً، بيكون في قصف شغال فوق رأسهم، هم بيحاولوا يطلعوا الناس اللي تحت الأنقاض. فأنا يعني بطالب أنه يتم مساعدتهم، سواء الدفاع المدني سواء فريق المسعفين والإسعاف، يعني حتى أنه ينتشلوا الناس المدنيين الضحايا ما عندهم القدرة. هذه اللوحة اقتبستها من صورة حقيقية عندي لذكرى سعيدة، كان تخرج أخويا طاهر الله يرحمه. الفكرة إنه هم كانوا كلهم سعداء وكانوا كلهم موجودين وبيضحكوا، هلأ هم مش موجودين، هلأ أغلب العائلة مش موجودة وعبارة عن ملابس فارغة. زينب تريد أن تقول، هو رسالتها من المعرض إنه يتم نشر القضية على أوسع قدر ممكن في جميع أنحاء العالم، القضية ترتفع وصوتي ينتشر ويسمع. ما مش مضطرة أترجم لأي شيء، لوحاتي هي لحالها بتعبر عن نفسها وبترفع صوتها. بدي الكل يعرف من هو المحتل الظالم اللي ما عنده أي سبب لأي شيء يعمله، ويعرف حقيقة كل شيء ويتم أخذ حقه. لازم يتم محاكمة الاحتلال على جرائمه، اللي هو أصلاً كل الشعب من عشرات السنين في ضحايا وكلهم بيطالبوا، لحتى الآن ما تم محاكمة الاحتلال. كل اللوحات تمس قلبي لوجود، يعني لتعلق كل لوحة بذكرى معينة، ما بقدر أميز لوحة عن أخرى، ولكن أكثرهم مأساة بالنسبة لي هي لوحة أهلي، لوحة تخرج طاهر.